بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل مع بعض سلسلة محاضرات الروبرت ماينر. في المحاضرة هذه إن شاء الله هتكلم عن موضوع السيليكشن. طبعا احنا جيد انه اللي بتابع معانا سلسلة الروبرت ماينر يكون طبعا عنده معرفة كويسة بعمليات الداتا مايننج، وبإمكانه هو يحضر السلسلة اللي موجودة على القناة المتعلقة بالداتا مايننج. العمليات باختصار احنا بناخد الداتا بنعملها انتجريشن، بعد كده بنعمل كليننج، بعد كده بنعمل لها انتجريشن. الكليننج اللي هي متعلقه به زي موضوع النويزي وما شابه والاوتلايرز والميسنج فاليو، وبعد كده بنروح على عمليه بنسميها عمليه الريدكشن، داتا ريدكشن. مطلوب في الداتا ريدكشن انه انت تقلل حجم البيانات سواء بشكل افقي او بشكل راسي او اندبث، بمعنى انه انا اقلل عدد الفيتشرز او اقلل عدد الروز او اقلل عدد القيم جوا اي كولوم. تقليل عدد القيم جوا اي كولوم له طرق، وتقليل الفيتشرز له طرق. في عملية السيلكشن اليوم احنا لو جينا هنا على الاوبريتورز، في عندي انا جوا البليندنج، تمام، في عندي حاجة اسمها التايبز اللي احنا خدناها في المحاضرة الماضية، في سيلكشن تحتيها على طول. الآن السيلكشن لما ننتبه جواتها في عندك 7 طرق عشان تعمل سيلكت للاتريبيوت. اما انك تعمل سيلكت اتريبيوت بشكل عام انت بتحددها، واما انه انت تعمل سيلكت باي ويتس، تقول والله الاتريبيوتس اللي الويت تبعها اكتر من كذا او اقل من كذا او بتساوي كذا انا عايزها، او تعمل سيلكت راندوم، او تعمل العكس، تعمل ريموف لناس معينه. طبعا هذه الها انه حسب طبيعه حياتنا انه احنا متى بنروح لموضوع الحذف، لو انا بدي الكل ما عدا تنتين، ومتى بروح لموضوع السيلكشن لما انا بديش الكل ما عدا 3. يعني انت لما بدك تختار بدك تحدد الطريقه. طب انا بدي القي الضوء فقط على موضوع التنتين هذول، السيلكت اتريبيوتس والسيلكت باي ويتس، وانت بامكانك تجرب في الباقي. لما اخذ انا سيلكت واتريبيوتس بدنا ناخذ نشبك كده مع بعض زي ما احنا متعودين، وهي الناتج، تمام، وهي الاوريجينال عشان انا اكون عارف. طبعا هذه لما انا احط على اتريبيوت هنا بقول لك اتريبيوت فلتر تايب، انت ايش عايز؟ هل عايز كل البيانات اللي عندك ولا عايز نوع معين من البيانات؟ لو عايز نوع معين من البيانات بدك تستخدمه، تمام. لو بدك تاخد تتضمنها السبيشال اتريبيوت تدخل في العملية معاك ممكن تدخلها. الآن نيجي نعمل رن نشوف مين اللي اختاره، هاي الداتا الأصلية وهي الداتا اللي اختارها، ما اختلفش عندي اشي، ظلت الأمور كما هي لأنه أنا قلت له سيلكت كأني بقول له سيلكت الأول، تمام. طيب لو قلت له لا والله انا عايز حسب ريجولار اكسبريشن ممكن ادخله هنا ريجولار اكسبريشن، يعني على زي اف ستيتمنت او مع شيء معين يفوت عليه، تمام. لو انا بدي فقط السنجل اتريبيوت، تمام، بدي احدد له السنجل اتريبيوت هنا ويختارها، تمام. هذا عشان انا اغير في السيلكت. طيب لو اخذنا السيلكت باي ويتس، وهذا انا اللي حابب ندوس فيها شوي، السيلكت باي ويتس لو انا عملت كده، طيب في انبوت جديد لها، يعني انا مش بسهولة انه انت تشبك كده وتقول له كده وتقول له رن. على سبيل المثال هاي رن، هيقول لي في مشكلة لانه في عندي واحدة مش مشبوكة. ايش هي الواحدة هذه؟ الويت. وهو السيلكت باي ويتس بده الداتا قبل ما تدخل عليها الداتا مباشر، بده في النص هنا الداتا تفوت عليه وهي معمولها ويتنج، يعني الفيتشرز يكون معمولها ويتنج. الان الرابد ماينر بوفر لك عمليه الويتنج. لو جيت قلت له هيك، تمام، في عندك عمليات بتعمل فيتشر ويتنج، تمام، عمليات تعمل فيتشر ويتنج بطرق مختلفه، 17 طريقه يعمل لك فيها الويتس، تمام. ممكن احول لك الداتا تو ويتس، ممكن احول لك بطرق مختلفه، ممكن يستخدم السبورت فيكتور ماشين، ممكن يستخدم البرنسبل كومبوننت الى اخره. انت ممكن تستخدم اي طريقه من الطرق هذه. لو اخذنا هيك قلت له والله لو سمحت حول لي الويت وهات لي اياه هنا، تمام.
الان السبورت فيكتور ماشين حياخد الفيتشرز اللي موجوده هنا ويعمل لها ويتنج معين بطريقته المعروفه للسبورت فيكتور ماشين، وبعد كده حيطلع الكلام هذا في السلكت باي ويتس. الان السلكت باي ويتس هنا بقول لك مين عايز، عايز الاكبر ولا يساوي ولا الليس ايكوال كذا. تمام، انا عايز والله الجريتر مثلا ذان 1.5، بدي اشوف مش عارف كيف يطلع معايا الموضوع. تمام، انا مش عارف لسه الويتس كيف، فانا حبدا اشوف يعني. نعمل ران مع بعض. في عندنا insufficient capability، the operator does not have sufficient for given data binomial binomial attributes not support. تمام، هو هنا في عندي بدنا نحول، يا بدنا نحول بيانات يعني موجودين عندي هنا عشان نفهم الرسالة مع بعض، انه السبورت فيكتور ماشين بتعملش مع البيانات البينومينال. تمام، وبالتالي انت لازم تحولها، لازم تعمل تحويل زي ما اخذنا في المحاضرة الماضية، او انه احنا مثلا نختار طريقة واحدة هاي داتا تو ويتس بشكل عام. تمام، طبعا كل واحدة انت بدك تكون عارف كيف بتشتغل بشكل مباشر. تمام، انبوت هاي الداتا. تمام، الان هاي السلكت اختار مين، اختار التنتين هذول فقط. ليش؟ لان انا قلت له بدي الداتا اللي اكثر من 1.5، لكن الويتس فعليا تبعت كل الداتا الموجودة كام؟ 1، وبالتالي ما اختارش ولا واحدة منهم، لان انا قلت له في الويت، في الويت هنا قلت له بدي اكثر من 1.5. تمام، طيب الان من الطرق الثانية اللي انا اعمل فيها الويت، لو هذه حذفناها على سبيل المثال. تمام، من الطرق الثانية اللي ممكن نعمل فيها ويت على سبيل المثال، لو اجينا هنا اخترنا ويت باي مثلا بي سي اي، حنجرب مع بعض ونشوف اللي هيطلع معانا. هاي الويت على الويت، وهي الداتا الاوتبوت. تمام، وهنا قلنا له بدنا مين، خلينا نقول له بدنا برضه 1.5 زي ما احنا. هاي الران، لان في عندي ايش نون نوميريكال اتريبيوت، ذا اكزامبل كونتينز نون نوميريكال اتريبيوت باسنجر كلاس which is not allowed for PCA. طب هنا عشان نحولها، تعال احنا ناخد مع بعض التايبز ونحول احنا عشان نمشي معاه. انا هو ايش بده هنا عشان احنا نكون فاهمين، بده يعني احول له البيانات لايه، رقم، لازم يكون كلها رقمية. فانا بدي اقول له تعال يا عمي هاي النومينال لا نمركل، بدي اخدها هنا قبل وافوت عليها، والناتج بدي اوديه على مين، على هذا. تمام، هاي الرن. الان هاي الويتس لكل البيانات الموجودة عنده، في هاي ماينس، بعدين بيبدأ بيطلع لغاية اقل من 1. فانا هنا لما بدي اجي اقول له في الاختيار، بدي ارجع للديزاين، ما فيش عندي اصلا اكتر من 1.5، هم كلهم من اقل من 1 لاقل من 0. فلو قلت له والله اختار لي بس الناس الجريتر ذان او ايكوال للنص، وقلت له ران، الان هيختار لي مين؟ هيختار لي هذه 1 2 3 فقط، والباقي مش هيختارهم. تعال نشوف، هيختار 1 2 3 والباقي ما اختارهم، لانه حسب الشرط اللي عندي. الطريقة هذه احنا بنكون عملنا سيلكشن، بنكون عملنا سيلكشن. طبعا هذه بيانات اضافية عن المعالجة اللي حصلت. تمام، هيك احنا بنكون استخدمنا عملية السيلكشن. خلينا نشوف فيتشر سيلكشن تاني، الفيتشر سيلكشن. تمام، هاي الويتس قلنا احنا ايش بنختار بالويتس بالطريقة اللي احنا يعني محتاجينها. بالطريقة هذه احنا بنكون وضحنا جزئيا عملية اختيار البيانات، كيف انا بدي اقدر اعمل سيلكت لها، اما سيلكت باي ويتس او سيلكت باي انذر كريتيريا. تمام، طريقة تانية. في المحاضرة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن موضوع السيميلاريتي كيف بينحسب. تمام، وطبعا هنا انت في عندك الويتس ممكن تاخد اكثر من طريقة وتجربهم، وكل واحدة لها انبوت واوتبوت تختلف عن الاخرى. يعطيكم العافية.